A potential difference of 100 volt across the terminals of a resistor produces a current of 3 ampere in the resistor. What is the resistance of the resistor? عندنا resistor ليها R معرفش هي كام، وفي فولتج دروب ب V 100، وفي تيار I كاتبها رموز عشان لو اتغيرت. في البارت A طالب مني الريزيستنس، ال V بتساوي I في R. طبقا للبارت A ال V بمية، ال I بتلاتة، 100 على 3 33 وزادها من 10. في البارت بيتغير، يقول what is the current، طالب ال I in the resistor when the potential difference is only 25 volt. طبعا ال R مش هتغير، ال R same. هكتب تاني العلاقة، هنا ال R لكن كان عندنا، انا جبت ال R. طيب ال R نفسها حصل تغيير في الفولت، يبقى هيحصل تغيير في ال I، دي هتفضل زي ما هي 33.3 وهنا 25، يبقى هقسم 25، 25 يعني الربع، يعني ربع ده 25 على 33.3، اذا ال I 0.75 أمبير. يبقى أول خلاك تحسب الآر اللي هي ثابتة، وبعدين قال لك نقصت الفولت، العلاقة مرة تانية أجيب الآي الجديدة.